مرحبا بكم على أمواج إذاعة برامج الفاتح برعب من غزات الكود راديو برامج الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف المرسلين. يسعدنا نحن أطفال براعم الفاتح أن نلتقي بكم مجددا في الإذاعة المدرسية، فصباح جديد ويوم جديد، وفي كل يوم معلومة. فموضوعنا لهذا اليوم هو نصيحة في كلمة جديدة. الطموح هو إجابات اليوم حول أسئلة الغد. النجاح سلم لا تستطيع تسلقه ويدك في جيبك. الابتسامة هي انحناء يجعل كل شيء مستقيما. الدعاء عبارة عظيمة تتحقق بها الأمنيات وتحلو بها الحياة. الطيبة هي انتصار الإنسان على النفس الأمارة بالسوء. القراءة هي حوار صامت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم، فشكراً على حسن إصغائكم، والسلام عليكم.